السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في سلسلة فيديوهات تسمية المركبات العضوية. السلسلة بيتكلم فيها عن تسمية أهم وأشهر المركبات العضوية ابتداء من أبسط حاجة زي الألكان والألكين والألكين وصولا لأعقد المركبات العضوية. لو أنت أول مرة تتابعنا أو متعرفش السلسلة دي توصل لها إزاي، ممكن تدخل على القناة بتاعتنا، هتلاقي فيه قائمة تشغيل كاملة بتتكلم عن تسمية المركبات العضوية، وهتلاقي اللينك بتاع قائمة التشغيل دي موجود في الديسكريبشن بوكس تحت، او هتلاقيها ظهرت لك في علامه الاي هنا فوق. وما تنساش لو عجبتك السلسله تعمل لها لايك وشير وسط زمايلك عشان الكل يستفاد. تعالوا مع بعض النهارده نتكلم عن نومكلتشر اوف كيتونز. مركبات الكيتونز هي مركبات تحتوي على الفانكشن جروب السي دبل بوند او، بشرط يكون معاها من الناحيتين مجموعات كربون ار، ايا كان بقى عدد الكربون دي او شكل السلسله عامل ازاي. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن مجموعات الالدهايد، قلنا مجموعة الألدهايد لازم تحتوي على السي دبل بوند او وتكون متصلة بذرة هيدروجين في احدى الطرفين بتوعها، والطرف الثاني يكون معاها الار. اما الكيتون زي ما قلنا لازم يكون الطرفين مجموعة ار، عشان كده دايما بنلاقي مجموعة الألدهايد موجودة في طرف المركب في احدى طرفين المركب او موجودة على طرف السلسلة، لكن مجموعة الكيتونز لازم دايما هتلاقيها موجودة في وسط السلسله زي المثال ده كده. مجموعه الكيتونز برضو ليها نفس الجنرال موليكولار فورمولا بتاعه مجموعه الالدهايد، اللي هي عباره عن CnH2n ومعاها ذره اكسجين واحده، فالاثنين بيشتركوا في نفس الجنرال موليكولار فورمولا. وزي ما قلنا الاختلاف الوحيد اللي ما بينهم ان مجموعه الالدهايد بتبقى موجوده على طرف السلسله، لكن مجموعه الكيتون بتكون موجوده جوه السلسله. وزي ما عملنا في الفيديو بتاع الالدهايد هنتكلم من هنا الاول عن تسميه المونوكيتونز، التسميه الايباك والكومون بتاعتها، وبعد كده نتكلم عن الداي كيتونز. طبعا زي ما احنا قلنا المونو كيتونز اللي هو يحتوي على مجموعة سي دبل بوند او واحدة في المركب ومعاها من الطرفين مجموعات الار، لكن الداي كيتونز بيكون عندي فيه اتنين مجموعة سي دبل بوند او، سواء كانوا متصلين مع بعض مباشرة او يفصل ما بينهم كربون، ايا كان هنشوف الوضع عامل ازاي، بس المهم يبقى معاها من الطرفين هنا مجموعات الار. طيب لما اجي اسمي المونو الاول بالايباك نيم بسمي ازاي؟ بقول المقطع بتاعي اللي هو الالكان بسمي بنفس القواعد اللي احنا استخدمناها في الفيديو بتاع الالكان، وبشيل حرف الاي اللي في الاخر واحط مكانه السافكس بتاع مجموعه الكيتون اللي هو اون او ان اي. ولازم طبعا قبل المقطع بتاع الالكان بحط الرقم بتاع مجموعه الكيتون فين في السلسله، بحط الرقم بتاعها. ده كده بالنسبه للايباك. تعالوا مثلا نشوف المثال ده، عندي 3 كربون، هاجي ارقم من انهي ناحيه مش هتفرق لان السلسله متماثله من الناحيتين، هرقم مثلا من الناحيه دي 1 2 3. ففي الوضع رقم 2 عندي مجموعه الكيتون، يبقى هقول 2 ومركب عباره عن 3 كربون، يبقى هسمي بالالكان يبقى بروبان، هشيل حرف الاي واحط مكانه المقطع اون، يبقى اسمه 2 بروبانون. برضو زي ما قلنا قبل كده عايز تكتب الرقم قبل الاسم ماشي، عايز تكتب الاول المقطع بروبان وبعد كده تحط الرقم 2 وبعد كده الاون، يبقى اسمه بروبان 2 اون، برضو ماشي. الطريقتين بالنسبه لي صح، الاسمين دول هم يعتبروا ايباك نيم الاثنين حاجه واحده. اما بالنسبه للكومون نيم بسمي ازاي؟ مجموعه الكيتون اللي هي السي دبل بوند او بسميها بالمقطع اللي هو الكيتون، وبشوف معاها من الناحيه دي مجموعه ار اسمها ايه واسميها بالالكايل، وبعد كده اشوف من الناحيه دي معاها مجموعه ار اسمها ايه برضه هسميها بالالكايل، وفي الاخر هقول الاسم كيتون يبقى اسمه الكايل الكايل كيتون. فمثلا لو جينا نسمي المركب ده هلاقي ان الطرف ده معاه مجموعه ميثايل ومن الطرف ده معاه مجموعه ميثايل، فبما ان الاثنين زي بعض يبقى هقول داي ميثايل، وفي الاخر احط كلمه الكيتون. ده كده الكومون نيم. بجانب طبعا المركب ده ليه اسم مشهور موجود في التجاره وفي الصناعه بيسموه الاسيتون، والاسم ده طبعا مهم الاسيتون. يبقى المركب ده ممكن اقول عليه اسيتون، ممكن اقول عليه داي ميثايل كيتون، ممكن اقول عليه 2 بروبانون، ممكن اقول عليه بروبان 2 اون. طيب تعالوا نبدا الاول ناخد شويه امثله على المونو كيتون ونشوف ازاي هنسميه بالايباك والكومون نيم، وبعد ما اخلص نشوف بقى التسميه بتاعت الداي كيتون. نبدا مثلا بالمثال ده، هاجي اسمي بالايباك نيم الاول، عندي سلسله مكونه من 4 كربون، هرقم من انهي ناحيه؟ برقم من الناحيه الاقرب لمجموعه الكيتون اللي هي السي دبل بوند او، يبقى هرقم من الناحيه دي رقم 1 2 3 4. عندي في الوضع رقم 2 مجموعه الكيتون، يبقى هقول 2، السلسله نفسها 4 كربون، يبقى هقول بيوتان، وهشيل حرف الاي بتاع الالكان واحط مكانه المقطع اون، يبقى المركب اسمه 2 بيوتانون. لو جيت سمي بالكومون نيم هسمي ازاي؟ زي ما قلنا السي دبل بوند او اسمها كيتون،
معاها الناحية دي مجموعة ميثايل والناحية دي مجموعة اتنين كربون، يبقى ايثايل. هحط أبجدي الأول يبقى الايثايل الأول، بعد كده ميثايل، وبعد كده كلمة كيتون، يبقى المركب اسمه ايثايل ميثايل كيتو. المثال اللي بعده، هاجي اسمي بالايوباك نيم الاول، سواء رقمت بالناحيه دي او الناحيه دي مش هتفرق، المركب متماثل من ناحيتين. وليكن مثلا هرقم من هنا يبقى 1 2 3 4 5. في الوضع رقم 3 هو اللي عندي فيه الكيتون، السلسله 5 كربون، يبقى هقول 3 بنتان، واشيل حرف الاي بتاع الالكان واحط اون، يبقى المركب اسمه 3 بنتانون. اما لو جيت سمي بالكومون نيم، هبص على مجموعه الكيتون اهي سي دبل بوند او، معاها من الناحيه دي 2 كربون اسمها ايثايل، ومن ناحية اتنين كربون برضو ايثايل. بما ان الاتنين زي بعض يبقى اقول داي ايثايل، وفي الاخر كلمة كيتون، يبقى اسمه داي ايثايل كيتو. المثال اللي بعده، هسمي بالايوباك نيم الاول، اختار اطول سلسلة، وليكن مثلا السلسلة دي هي دي اطول سلسلة بالنسبة لي. هرقم من انهي ناحية، الناحية الاقرب للتفرع ولا الناحية الاقرب للسي دبل بوند او؟ طبعا الاولوية في الترقيم للسي دبل بوند او، يبقى هرقم الناحية دي، يبقى دي رقم 1 2 3، والكربون دي 4. عندي في الوضع رقم 3 تفرع مجموعة ميثايل، يبقى هيتكتب الأول، يبقى أقول 3 ميثايل. بعد كده مجموعة الكيتون في الوضع رقم 2 والسلسلة 4 كربون، يبقى أقول 2 بيوتان، وأشيل الإيه وأحط كلمة أون، يبقى المركب اسمه 3 ميثايل 2 بيوتانون. أما لو جيت سمي الكومون نيم، هسمي إزاي؟ المجموعة دي زي ما إحنا قلنا اسمها مجموعة الأيزوبروبايل، بعد كده المجموعة دي من الطرف ده اسمها مجموعة الميثايل، وفي النص سي دبل بوند او اللي احنا قلنا عليها الكيتون. هرتب ابجدي الاول يبقى الميثايل، بعد كده مجموعة ايزوبروبايل، وبعد كده في الاخر بحط كلمة الكيتون، يبقى المركب بتاعي اسمه ميثايل ايزوبروبايل كيتو. المثال اللي بعده، هلاقي عندي سلسلة مفروضة هسمي بالايباك الأول، يبقى هبدأ الترقيم من الناحية الأقرب للسي دبل بوند او، يبقى هبدأ من الناحية دي 1 2 3 4 5. في الوضع رقم 2 والسلسلة نفسها 5 كربون، يبقى بنتان، هشيل الإي وأحط أون، يبقى مركب اسمه 2 بنتانون. أما لو بسمي الكومون نيم، هسمي إزاي؟ أدي مجموعة الكيتون بتاعتي، معاها من ناحية دي ميثايل، ومن ناحية دي 3 كربون بروبايل، والسلسلة المفروض يبقى اسمه نورمال بروبايل أو إن بروبايل. ألفابيتيكال الأول يبقى الميثايل، بعد كده إن بروبايل، وفي الآخر كلمة كيتون، يبقى مركب اسمه ميثايل ان بروبايل كيتو. المثال اللي بعده، هسمي بالايباك نيم الاول، سواء رقمت من ناحيه او من ناحيه مش تفرق، لان المركب متماثل. هختار اطول سلسله بالمنظر ده كده اللي تحتوي على السي دبل بوند او، لازم السلسله تحتوي على السي دبل بوند او. زي ما قلنا الترقيم مش هيفرق من اي ناحيه، هرقم الناحيه دي مثلا 1 2 3 4 5. عندي في الوضع رقم 2 تفرع ميثايل، وفي الوضع رقم 4 تفرع ميثايل، يبقى اقول 2 و4 داي ميثايل، والكيتون في الوضع رقم 3 يبقى هقول 3، السلسله نفسها 5 كربون، يبقى 3 بنتان، واشيل الاي واحط اون، يبقى المركب بتاعي اسمه 2 و4 داي ميثايل 3 بنتانون. اما لو جيت سام بالكومون نيم، هلاقي مجموعه الكيتون في النص اهي، بعد كده من الناحيه دي معاها مجموعه شبه المجموعه دي اللي احنا سميناها مجموعه الايزوبروبايل، ومجموعتين زي بعض، يبقى هقول داي ايزوبروبايل، داي ايزوبروبايل، وبعد كده كلمة كيتون، يبقى المركب بتاعي اسمه داي ايزوبروبايل كيتو. اخر مثال معانا، هبدأ اشوف هرقم من انهي ناحية، سمي ايوباك الاول، هاخد اطول سلسلة تحتها على كيتون اللي هي السلسلة دي، هرقم من انهي ناحية؟ بالنسبة للسي دبل بوند او، لو رقمت من الناحية دي هتاخد الوضع رقم 3، ولو رقمت من الناحية دي هتاخد الوضع رقم 3، يبقى رقم من الناحية الاقرب للتفرع. لو جيت ارقم من الناحية دي هقول 1 2 3 4 5. فعندي في الوضع رقم 2 مجموعتين ميثايل، لكن لو جيت رقمت من الناحيه دي هقول 1 2 3 4 5. فعندي في الوضع رقم 2 مجموعة ميثايل واحده. يبقى اذا في حاله لما يكون السي دبل بوند او واخده نفس الترقيم من ناحيتين، من هنا 3 ومن هنا 3، هبدا ابص على اللي عندها تفرعات اكتر واخده رقم اقل، يبقى رقم من الناحيه اللي تحت، لان عندها في الوضع رقم 2 مجموعتين ميثايل، لكن لو رقمت من فوق هلاقي في الوضع رقم 2 مجموعه ميثايل واحده. يبقى الترقيم اللي تحت ده هو اللي صح، والترقيم اللي فوق ده هو اللي غلط. لو جيت امشي على الترقيم اللي تحت، هلاقي في الوضع رقم 2 مجموعتين ميثايل، وفي الوضع رقم 4 مجموعة ميثايل، يبقى هقول 2 و2 و4 ثلاث مجموعات ميثايل، يبقى هقول تراي ميثايل. بعد كده السلسلة نفسها 5 كربون، وفي الوضع رقم 3 هو مجموعة الكيتون، يبقى 3
بنتان وهشيل الاي واحط اون، يبقى المركب اسمه 2 و2 و4 تراي ميثايل 3 بنتانون. اما لو جيت سمي المركب ده بالكومون نيم هلاقي من الناحيه دي عندي مجموعه الايزو ومن الناحيه دي عندي مجموعه النيو. ابجد الاول طبعا النيو بيوتايل، بعد كده مجموعه الايزو بروبايل، ايزو بروبايل، وفي الاخر هقول كلمه الكيتون. يبقى المركب اسمه نيو بيوتايل ايزو بروبايل كيتون. طيب المركبات دي من المركبات المهمه اللي هتقابلنا كتير في شغلنا، فتعالوا نشوف ازاي بنسميها. برضو ترجع للمونو، هبدا باول مركب اللي هو عباره عن سي اتش 3 سي دبل بوند او في 9. المركب ده بيسموه ايه؟ اكنه جاي من الاسيتون بس شلت منه الكربون، اكنه جاي من الاسيتون اللي هو سي اتش 3 سي دبل بوند او سي اتش 3، شلت الكربون دي وحطيت مكانها الفينايل اللي هي بتاعت حلقه البنزين. فبدل ما بنقول عليه اسيتون بنقول عليه اسيتو فينون، اسيتو فينون عشان خاطر شلت كربون وحطيت مكانها فينايل فبنقول عليه فينون. برضو بالمرة اخوه اللي هو عبارة عن حلقتين فينايل من ناحيتين بنسميه ازاي؟ بنقول عليه بنزو فينون. الفينون اللي هي المجموعة دي، والمجموعة دي اللي هي بنسميها البنزو وهنقول عليها بالتفصيل دلوقتي. المثال اللي بعده المركب ده اللي هو الجزء ده اللي هو اكنه زي الاسيتون وزودت عليه مجموعة الفينايل اللي هي حلقة البنزين بتسميها فينايل بس، فنقدر نقول عليه اسمه فينايل اسيتون، ده الاسم بتاعه. المثال اللي بعده اللي هو برضو جاي من الاسيتون وحطيت له في الوضع رقم واحد، لما جينا رقم واحد اتنين تلاتة في الوضع رقم واحد مجموعة الكلور فبنقول عليه واحد كلورو اسيتون. لو جيت سمي بالكومون نيم ممكن اقول بدل واحد واتنين وتلاتة، احنا قلنا السي دبل بوند او ما بنرقمهاش، اللي معاها الناحيه اسمها الفا. وخلي بالك في حاله الكيتون انا عندي من كل حاجه اتنين، يعني في من الناحيه دي الفا واول كربون من الناحيه دي برضه اسمها الفا، فهنقول عليه اسمه الفا كلورو اسيتون. ده غير ان هو ليه اسم مشهور، ان انا الاسيتون ده بقول عليه كلمه اسيتونايل لان هو متشال منها ذره هيدروجين فبحط لها المقطع وايل يبقى اسمه اسيتونايل، والكلور يبقى اسمه كلورايد لانه اتذكر في الاخر يبقى اسمه اسيتونايل كلورايد. المثال اللي بعده لو جيت سميه بالكومون نيم برضو الجزء ده اللي هو الاسيتون ومعاه اتنين كلور في الكربون الالفا فبقول عليه الفا والفا داي كلورو اسيتون بالمنظر ده كده. المثال ده برضو جاي من الاسيتون مع ان الناحيه دي في الالفا كلور ومع ان الناحيه دي بالالفا كلور، ده ما ينفعش اقول عليه الفا والفا داي كلورو لان الفا والفا معناها ان الاثنين كلور على نفس الكربون زي ما عملنا هنا. ففي حاله لما يكون عندي اثنين الفا واحده فيهم بقول عليها الفا والثانيه بقول عليها الفا داش، طبعا في المثال ده مش هتفرق مين فيهم الالفا ومين الالفا داش لان المركب متماثل، فلما اجي اسمي هقول الفا والفا داش داي كلورو والمركب بتاعي اللي هو الاسيتون. في الحاله دي هنا بقى هيفرق مين فيهم الالفا ومين الالفا داش، فالاعلى في الاتوميك ويت اللي هو التفرع الاعلى في الاتوميك ويت اللي هو البروم هو اللي برقم من عنده الاول يبقى هو الالفا، واللي معاها الكلور هي اللي بعديه فيبقى الالفا داش. فساعتها بقول الفا برومو بعد كده الفا داش كلورو والمركب نفسه اسمه الاسيتون. طيب قبل ما نخش على الداي برضو نشوف التسميه بتاعت المركبات دي لانها مركبات مهمه او مقاطع من المركب مهمه. طبعا المركب ده اللي احنا قلنا عليه اسمه الاسيتون، طبعا لو شلت منه مجموعة CH3 بقى بالمنظر ده لما اجي اسميه ممكن اسميه بطريقتين، ممكن اقول عليه اسيتو او اقول عليه اسيتايل على حسب انا بنسبه لحاجة ولا بنسب حاجة ليه، فممكن ساعات استخدم الاسيتو وساعات استخدم الاسيتايل. اما لو جيت هنا شلت بس ذرة هيدروجين فخليته بالمنظر ده CH3 سي دبل بوند او CH2 فبدل اسيتون بقول عليه اسيتونايل، زي ما كنا بنعمل في الالكان كده كان الميثان سي اتش 4 لما اجي استخدم السي اتش 3 يعني شلت منه اتش بقول عليه ميثايل اللي هو الالكايل، نفس الكلام ده اسيتون بالاتش من غير الاتش يبقى اسمه اسيتونايل. المركب ده اللي هو عباره عن حلقه بنزين متصله بمجموعه الاسيد قلنا بنسميه البنزويك اسيد، بنزويك اسيد هتلاقوه في الفيديو بتاع تسميه المركبات الاروماتيه ممكن ترجع للفيديو وتشوفه. لما اشيل منه الاو اتش بالمنظر ده كده هيبقى اسمه مجموعة البنزو او برضو ممكن اقول عليها بنزوايل،
على حسب انا بنسبها لحاجه ولا بنسب حاجه ليها، زي ما عملنا هنا. فممكن اقول عليها بنزو وممكن اقول عليها بنزواي، زي مثلا المثال ده اللي احنا قلنا عليه من شويه، قلنا الجزء ده لما الاقيه موجود جنب الكيتون بقول عليه فينون، وده اللي احنا لسه قايلين عليه هنا اسمه بنزو، فيبقى المركب ده اسمه بنزو فينون. برضه نفس الفكره، لو جيت خدت المثال ده اللي هو CH3C double bond O phenyl، برضه دي اللي قلنا عليها اسمها الفينون، وجنبها هنا المقطع ده اللي احنا سميناه اسيتو، يبقى اقول عليه اسيتو فينون. لو جيت مثلا المقطع ده ضفت له هنا ذره كلور، يبقى ساعتها مش هسمي بالبنزو، هسمي بالبنزوايل، يبقى اقول عليه بنزوايل، وضفت عليه الكلور يبقى اسمه بنزوايل كلورايد، بنزوايل كلورايد. طيب بعد ما خلصنا وفهمنا التسميه بتاعت المونو كيتون سواء ايوباك او كومون او المقاطع المشهوره زي المركبات اللي احنا خدناها من شويه، تعالوا دلوقتي نتكلم عن التسميه بتاعت الدايكيتون. الدايكيتون عامه في عندي منه انواع كتير، احنا بس اهمنا اشهر ثلاث انواع اللي هو الالفا والبيتا والجاما دايكيتون. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ الفا دايكيتون يعني مجموعتين السي دبل بوند او جنب بعض. طبعا احنا قلنا لما باجي ارقم اول واحده اللي هي، ونفترض مثلا ان هي دي اللي هقول عليها اول واحده، يبقى ما برقمهاش، الكربون اللي بعدها هي الالفا. فلما الاقي الكربون الالفا اللي هي اللي بعدها دي معاها سي دبل بوند او، ده بنسميه الفا دايكيتون زي المثال ده كده. بيتا دايكيتون يعني ايه؟ ونفترض مثلا ان دي السي دبل بوند او اللي انا هبدا اسمي من عندها، الكربون اللي بعدها الفا معهاش سي دبل بوند او، لكن الكربون اللي بعدها اللي هي البيتا هي اللي معاها السي دبل بوند او. فبنقول الاثنين سي دبل بوند او بالنسبه لبعض، دي بيتا بالنسبه لدي، فيبقى اسمها بيتا دايكيتون. بنفس الفكره الجاما دايكيتون، لما اجي اقول جاما هعمل ايه؟ ادي السي دبل بوند او بتاعتي وليكن دي اللي انا هسمي من عندها، اول كربون بعدها الفا معهاش سي دبل بوند او، ثاني كربون بعدها بيتا برضه معهاش سي دبل بوند او، تالت كربون بعدها اللي هي الجاما هي اللي معاها السي دبل بوند او. فالاثنين بالنسبه لبعض واخدين الوضع جاما بالنسبه لبعض، فيبقى اسمه جاما دايكيتون. طيب تعالوا نشوف ازاي اسمي المركبات دي سواء بالايوباك او الكومون نيم. لو جيت سمي بالايوباك بسمي ازاي؟ اكني بسمي الالكان عادي، وبدل في الاخر ما هقول اكني بسمي بالالكان عادي، هشيل حرف الاي واحط مكانه داي اون، عشان عندي اتنين مجموعه كيتو. فنيجي نمسك مثلا اول مثال، هرقم من انهي ناحيه؟ سواء من الناحيه دي او من الناحيه دي مش هتفرق، لان الناحيه دي المركب متماثل، فهرقم مثلا من هنا يبقى 1 2 3 4، فعندي في الوضع رقم 2 و3 والمركب بتاع 4 كربون، يبقى هقول بيوتان وهشيل ايه واحط مكانها داي اون. اما لو جيت سمي المركب ده بالاسم الكومون نيم، زي ما قلنا من شويه المجموعه دي اسمها مجموعه الاسيتايل، فانا عندي 2 منها، فما بقولش داي، بنقول باي، باي بحرف البي، باي اسيتايل. داي لو كان التفرع، باي لو كان المركب نفسه هو اللي انا في منه جزئين، فبقول عليه باي اسيتايل. لكن لو كانت طالعه كتفرع كنت اقول داي اسيتايل. المركب اللي بعده لو جيت سميه بالايوباك نيم، عندي هنا 2 كربون في السلسله، سواء دي واحد او دي 2 مش تفرق، المركب متماثل. ففي عندي هنا تفرع فينايل وهنا تفرع فينايل، يبقى اقول 1 و2 داي فينايل. وبعد كده عندي مجموعتين كيتون في الوضع رقم 1 و2، فاقول برده 1 و2، المركب بتاعي عباره عن 2 كربون، يبقى ايثان، وهشيل الاي واحط داي اون، يبقى ده الاسم بتاعه 1 و2 داي فينايل، 1 و2 ايثان دايون. اما الاسم الكومون نيم بتاع المركب ده، ممكن اقول عليه باي بنزوايل زي ما عملنا في المثال اللي فوق، اقول عليه باي بنزوايل، او ليه اسم مشهور اسمه البنزل، مركب البنزل. نشوف المثال اللي بعده، هلاقي عندي في مجموعتين كيتون، لو رقمت من الناحيه دي مجموعه الكيتون هتاخد الوضع رقم 2، لو رقمت من الناحيه دي برضه هتاخد الوضع رقم 2، يبقى التراكيم مش هيفرق من الناحيتين لان المركب متماثل. ارقم مثلا من الناحيه دي، يبقى دي 1 2 3 4 5، هسمي بالايباك الاول، يبقى عندي في الوضع رقم 2 و4 مجموعتين كيتون والسلسله نفسها 5 كربون، يبقى هقول بنتان واشيل الاي واحط مكانها داي اون، عشان عندي 2 كيتون، يبقى اسمه 2 و4 بنتان دايون. اما لو جيت سمي الكومون نيم، هلاحظ ان انا هنا في عندي مقطعين من المقاطع اللي احنا كنا لسه كاتبينهم من شويه، المقطع ده اللي احنا سميناه الاسيتو، والمقطع ده اللي هو اسمه الاسيتون، يبقى المركب ده اسمه اسيتايل اسيتون. طبعا احنا قلنا المجموعه دي ممكن اسميها بالاسيتو او بالاسيتايل، فهي هنا هتتسمى بالاسيتايل، وده هيبقى اسمه الاسيتون، يبقى اسمه اسيتايل اسيتون. المركب اللي بعده لو جيت سمي بالايوباك نيم هسمي ازاي؟
هرقم من انهي ناحيه؟ من الناحيه الاقرب للسي دبل بوند او. فطبعا ادي السلسله بالنسبه لي اللي تحتوي على السي دبل بوند او، اطول سلسله اللي هي بالمنظر ده. هلاقي هنا عندي سي دبل بوند او رقم واحد، لكن لو جيت رقمت من هنا هيبقى سي دبل بوند او واخد الوضع رقم 2، يبقى هرقم من الناحيه دي. طبعا ده 1 2 3 4، في الوضع رقم 1 و3 عندي مجموعه السي دبل بوند او، وعندي تفرع في نايل في الوضع رقم 1، يبقى يتكتب الاول، يبقى اقول 1 في نايل، بعد كده 1 و3، المركب عباره عن 4 كربون، يبقى اقول بيوتان، وعندي 2 كيتون يبقى دايون، يبقى 1 في نايل، 1 و3 بيوتان دايون. اما لو جيت اسمي المركب ده بالكومون نيم، فزي ما احنا عملنا هنا، عندي برضو هنا في مقطعين، المقطع ده اللي احنا سميناه البنزو او البنزوايل، والمقطع ده اللي هو جاي من الاسيتون، يبقى اقول عليه اسمه بنزوايل وده اسيتون، يبقى المركب بتاعي اسمه بنزوايل اسيتون. تعالوا نشوف اخر مثال. عندي هنا الكيتون اللي هو بالمنظر ده، هرقم من انهي ناحيه؟ مش تفرق، المركب متماسك، فتعالوا نرقم من الناحيه دي 1 2 3 4 5 6. هنسمي ايوبيك الاول، ففي عندي في الوضع رقم 2 والوضع رقم 5 داي كيتون، يبقى اقول على 2 و5 هو عباره عن 6 كربون، يبقى هكسان، وهشيل الاي واحط مكانها كلمه دايون، يبقى اسمه 2 و5 هكسان دايون. لو جيت سمي الكومون نيم هسمي ازاي؟ المقطع ده اللي احنا قلنا عليه من شويه اللي هو الاسيتون، وده اللي هو متشال منه الاتش هنسيبه ليه زي ما قلنا عليه برضو من شويه اسمه اسيتونايل، يبقى هقول المركب بتاعي اسمه اسيتونايل اسيتون. وفي ناس بتسميه بطريقه ثانيه ان المقطع ده اسمه اسيتونايل وده اسمه اسيتونايل، يبقى اقول عليه باي اسيتونايل، بس الاسم الاشهر ليه طبعا اللي هو الاسيتونايل اسيتون. طيب زي ما تعودنا دايما، زي ما بناخد الاستراكشر نحوله الى نيم، تعال المره دي نعمل العكس، ناخد النيم نحوله الى استراكشر. نبدا اول مثال فاينايل ايزوبروبايل كيتون. هعمل ايه؟ مجموعه الفاينايل دي اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي سي دبل بوند سي، ومتصل على طول بالفانكشن جروب اللي انا عايزها. هنا اي فانكشن جروب، طبعا الفانكشن جروب بتاعتي هنا اللي هي الكيتون سي دبل بوند او، ومعاها من الطرف الثاني مجموعه الايزوبروبايل. طبعا عرفت منين؟ لان دي التسميه الكومون، فالفانكشن جروب دي بتبقى في طرف والفانكشن جروب دي في طرف، فدي فاينايل في طرف، يبقى الطرف الثاني مجموعه الايزوبروبايل اللي هي عباره عن سي اتش سي اتش 3 سي اتش 3 بالمنظر ده كده. طيب المركب ده لو حبيت اسميه بالايوباك نيم هسميه ازاي؟ لو جيت ارقم السلسله هرقم من انهي ناحيه؟ هلاقي السي دبل بوند او، لو رقمت من الناحيه دي واخد الوضع رقم 1 2 3، لو جيت رقمت من الناحيه دي هتبقى واخد الوضع رقم 1 2 3، يبقى في الناحيتين زي بعض، يبقى ساعتها هرقم من الناحيه الاقرب للتفرع اللي هو الدبل بوند، يبقى دي السلسله بتاعتي اللي هي اطول سلسله تحتوي على السي دبل بوند او، ده لازم الشرط بتاعي، وهرقم من الناحيه دي، يبقى دي رقم 1 2 3 4 5. عندي تفرع مجموعة ميسايل في الوضع رقم 4، يبقى هقول 4 ميسايل، بعد كده الدبل بوند هبدأ طبعا برقم 1، المركب 5 كربون، يبقى هقول بنت، والواحد فيها الدبل بوند يبقى 1 إين، وبعد كده 3 فيها سي دبل بوند أو يبقى 3 أوم، يبقى المركب بتاعي اسمه 4 ميسايل بنت 1 إين 3 أوم. المثال اللي بعده 2 كلورو 4 سيانو 3 هيكسانون، هعمل إيه؟ هيكسانون يبقى هبدأ بالسلسلة اللي هي فيها 6 كربون، 1 2 3 4 5 6، بعد كده هرقم من انهي ناحية مش تفرق، أنا اللي محدد، يبقى دي رقم 1 2 3 4 5 6. في الوضع رقم 3 عندي سي دبل بوند أو اللي هي الهيكسانون، بعد كده عندي تفرع في الوضع رقم 2 ذرة كلور، وفي الوضع رقم 4 ذرة سي إن اللي هي السيانو سي إن، بعد كده بعمل إيه؟ بكمل كل كربون بعدد ذرات الهيدروجين اللي فاضل لها، زي ما اتفقنا كل كربون المفروض يبقى معاها 4 روابط، فدي عامله رابطه واحده يبقى لسه فاضل لها 3 هيدروجين، دي عامله 3 روابط يبقى لسه محتاجه واحده هيدروجين، دي عامله 4 روابط خلاص مش محتاجه هيدروجين، دي عامله 3 روابط لسه فاضل لها ذره هيدروجين، دي عامله رابطتين يبقى لسه محتاجه ذرتين هيدروجين، دي عامله رابطه واحده يبقى محتاجه 3 ذرات هيدروجين. المثال اللي بعده 3 و3 داي ميسوكسي 1 في نايل 2 بنتانون. هبدا الاول بالسلسله بتاعتي بنتانون، يعني 5 كربون، ادي 1 2 3 4 5. في الوضع رقم 2 عندي مجموعه الكيتون سي دبل بوند او، في الوضع رقم 3 و3 داي ميسوكسي، قلنا مجموعه الميسوكسي اللي هي مجموعه الاو سي اتش 3، فعندي منها مجموعتين في الوضع رقم 3 يبقى معاها 2 او سي اتش 3، بعد كده
في الوضع رقم واحد في عندي مجموعة الفينايل اللي هي حالة البنزين، ممكن اكتبها حالة بنزين او اكتبها بي اتش اللي هي اختصار فينايل. بعد كده اكمل كل ذرة كربون بالهيدروجين اللي فاضل لها. الكربون دي معاها ربطتين، يبقى لسه فاضل لها 2 هيدروجين. الكربون دي عاملة الاربع روابط خلاص مش محتاجة هيدروجين، دي عاملة الاربع روابط برضو مش محتاجة هيدروجين، دي عاملة ربطتين يبقى محتاجة 2 هيدروجين، دي عاملة ربطة واحدة يبقى محتاجة 3 ذرات هيدروجين. اخر مثال معانا بيتا برومو اسيتايل اسيتون. طبعا ده اسم كومن نيم، فانا لازم ابقى عارف الاسيتايل اسيتون. قلنا الاسيتايل اسيتون ده اللي هو عباره عن ايه؟ مقطعين، مقطع اللي هو الاسيتون CH3 CB O CH3، بشيل منه اتشايه يبقى CH2 عشان اخليه يتصل بمجموعه الاسيتايل اللي احنا قلنا عليها اللي هي عباره عن CB O CH3. ده كده اللي هو الاسيتايل اسيتون نفسه. عايز في الوضع البيتا احط مجموعه بروم. اجي ابص على الوضع البيتا، فين الوضع البيتا؟ ادي السي دبل بوند او بتاعتي مع الالفا بالنسبه لها اللي هو ده وده، ده اسمه الفا وده اسمه الفا. طبعا الاولى اللي في اتجاه السي دبل بوند او ده اللي بسميه الفا، وده اللي بنسميه الفا داش. بعد كده بعد الالفا في بيتا، البيتا معاها سي دبل بوند او، يبقى ما ينفعش احط لها مجموعه بروم، لو يبقى التسميه دي فيها حاجه غلط. لو جينا خلينا المجموعه دي جاما برومو، يبقى ساعتها هكمل بعد البيتا المجموعة دي اللي هي الجاما، يبقى هي دي اللي معاها مجموعة البي ار، يبقى المركب بتاعي اسمه جاما برومو اسيتايل اسيتون، يبقى بالمنظر ده كده. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا اللي اتعلمنا فيه ازاي نسمي الكيتون سواء مونو كيتون او داي كيتون، سواء بالايباك او الكومون نيم، او لو المركب بتاعي فيه اكتر من فانكشن جروب زي ما عملنا دلوقتي، وازاي نحول الاستراكشر لنيم وازاي نحول النيم لاستراكشر. ما ننساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير للفيديو وتوصله لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.